وبركاته. لقد ذكرنا سابقا أننا نحن قوم نحترم النساء. المرأة هي الابنة، هي الزوجة، هي الحبيبة. النهاردة حدث مميز، الملكات والنجوم في حب مصر، نقل تاج ملكة جمال العرب لأول مرة من الملكة، وبعد شهرين لوصفتها الجميلة التونسية. أهلا بكم في هذا الملتقى الجميل للثقافة والجمال والسياحة في حب مصر. والله هي ان شاء الله انها تكون انطلاقه مباركه يعني اليوم. انا وقعت العقد كوكيل للمهرجان مع الدكتوره حنان نصر لاربع دول، لعراق، سوريا، فلسطين، الاردن، وان شاء الله انها تكون انطلاقه بحاجه لدعم، واحنا برضو نسعى للدعم برضو للسياحه المصريه برضو بشكل مباشر. اكيد ان دول ملكات جمال، مهم فيهم الثقافه ومهم فيهم الاخلاق، وبرضو مهم فيهم ان هما يبقوا على قدر كافي من الجمال، فاحنا بس بنضيف لمسات اللي هي بتكملها كملك الجمال، يعني احنا بنعمل فينش بتاع شكلها. انا جاية بناء عن دعوة المهرجان لتكريمي، وجاية اقول لكل ملكة جمال العرب الجديدة الف مبروك، وان شاء الله احتفالية رائعة. وطبعا كانت المسابقة الاولى في مصر، فزت فيها انا كوصيفة اولى، وكانت سلمى المغربية هي ملكة جمال العرب، فجاتها ظروف وتنازلت على لقب، والحمد لله الحفلة هذه يعني ناخذ فيها انا التاج ونكون انا ملكة جمال العالم العربي 2015. هو جاوني في مع بعض الحكام اللي كانوا في الجوري وقالوا لي اعطيناك علامات عالية، لكن في الاخر يعني واحدة بركة حتفوز، وكان النصيب لسلمى، فما اعتبروش استرداد، لكن اعتبروا يعني ترقية نوعا ما.